ونناقش قرارات الفيدرالي الأمريكي البارحة وأرقام التضخم في منطقة اليورو مع مازن سلهاب وهو محلل أول في الأسواق المالية في الشرق الأوسط وآسيا في سويسكوت بنك. مرحبا بك مازن. مرحبا سفي. وما في عود اليوم ففينا نبلش نقاشنا مباشرة. مازن دعنا نتحدث بداية من أرقام اللي صدرت البارحة عن الاقتصاد الأمريكي. الإجمالي الناتج المحلي للربع الأول أرقام مخيبة للأمال بشكل كبير. صحيح. 10 النقطة المئوية النمو بينما كانت توقعت أكثر من 1%. قراءتك لهذه الأرقام بداية؟ صحيح. بالفعل في عندك أنت خيبة أمل كثير كبيرة كانت من وراء نمو الاقتصاد الأمريكي بهذه الطريقة الضعيفة جدا واللي تراجعت من مستويات 2.6 خلال الربع الأول من العام الماضي. أعتقد في عندك أنت نقطة مهمة جدا، لا يوجد أداء متناسق لقطاعات الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي بصراحة، لأنه في نفس الوقت اللي تراجع فيه الناتج المحلي لنمو الولايات المتحدة الأمريكية كان في عندك أنت نمو ممتاز جدا بأرقام الوظائف الADP أو الوظائف في القطاع الخاص بشكل مهم جدا. وبالتالي بس نحن نحكي هون عن شهر أبريل بينما عم نحكي الإجمالي الناتج المحلي ثلاث الأشهر الأولى اللي كان ربما البليم كان أكثر شيء على الباد وذر أو على الطقس السيء. قديش ريت أنت بدي أخذ رأيك كم اقتنعت بهذا العذر للاقتصاد الأمريكي وبرأيك أنه نحن كل الأرقام اللي كانت قد صدرت الأشهر وخصوصا الاثنين الأولى يعني جانوري وفبروري في الأمريكا كانت الأرقام فعلا ضعيفة جدا بسبب صحيح. هذا العذر اللي كان قد أثر على أداء الاقتصاد الأمريكي وبالتالي ألم تكن محتسبة يعني لما نحط نحن أنه نمو ب 1% مقارنة ب 2.6% معناتها لما بتجي الأرقام بعشر النقطة المئوية يعني في عندنا فرق كبير. صحيح. شوفي يعني المسؤولين السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية يعني استطاعوا الفترة الماضية يقنعوا المحللين أو يقنعوا كل المتابعين بأنه تراجع الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول أو في البداية العام كان مرده إلى الطقس السيء، وبصراحة الطقس السيء لعب دورا هاما لكنه لم يكن كل شيء. بمعنى آخر هذا التراجع الذي حصل أنا لا أعتقد بأنه في جزء كتير كبير منه يعود إلى الطقس السيء، لأنه فعلا عندك تراجع مهم جدا بأداء الاقتصاد الأمريكي، عندك تراجع بمستويات الإنفاق وعندك تراجع بمستويات التصنيع، في تراجع واضح بمستوى التصنيع. نحن ما عم نشوف نحن بداية تعافي هذا القطاع إلا بآخر شهر أو في شهر أبريل على سبيل المثال. يعني مؤشر شيكاغو ارتفع ومؤشر مثلا فيلادلفيا ارتفع، هل يعني ذلك انحسار التأثير الطقس السيء؟ تمام. الطقس السيء كمان قلت لك لعب دورا هاما في هذا الموضوع. اذا اخذنا بعين الاعتبار بانه حتى كمان في نقطه مهمه جدا انه الطقس السيء لم يكن اصلا يشمل كل الولايات المتحده الامريكيه، يعني في عندك انت قطاعات معينه من او اجزاء معينه جغرافيه من الولايات المتحده الامريكيه هي التي شملها هذا الاعصار او هذه التغييرات المناخيه القاسيه والتي اثرت على مجمل الانتاج، لكن في عندك تراجع حقيقي باداء الاقتصاد الامريكي في خلال الربع الاول، الطقس السيء لعب دورا لكن هناك تراجع حقيقي واضح في اداء المختلف القطاعات الاقتصاد الامريكي. قد يكون قطاع التوظيف تحسن في الربع الأول وهذا نحن شفناه خلال أرقام نون فارم بيرول أو الـ ADP اللي طلعت خلال الشهرين الماضيين، لكن هذا ليس كافيا وبالتالي عم نشوف عندنا نحن في تراجع بمستويات التصنيع، عم بيكون في عندك تراجع بمستويات الإنفاق، عم بيكون في عندك تراجع حتى بكثير نقاط مهمة أخرى، حتى مستويات البطالة ما تزال مرتفعة على سبيل المثال رغم التحسن اللي صار خلال الربع الأول. وهون طبعا ببين يبدو أنه في عندك تأثير سحب حزم التحفيز الكمية للفدرال الأمريكي خلال فترة ماضية، هي اللي شفناها خلال الفترة الماضية بشكل أو بآخر، ولكن بشكل أو بآخر أعتقد التحدي الكبير للولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون خلال الربع الثاني ولحتى نشوف بالضبط شو هو تأثير سحب حزم التحفيز الكمية اللي عم يقوم فيها الفدرال الأمريكي. ما هل يا ترى استطاع الاقتصاد الأمريكي يخرج من موضوع الطقس اللي دائما كان عبارة عن حجة جاهزة للحكم على أداء الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي من خلالنا رح نعرف أنه شو ممكن الاقتصاد الأمريكي يحقق نمو خلال 2014 بشكل أو بآخر. يعني 2.6 خلال ربع أول أو خلال ربع مقابل ب 0.1 فأعتقد يعني بحاجة إلى big question mark، سؤال كتير كبير عند مسؤولي السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا عند مختلف أداء الاقتصاد يعني مختلف أداء القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. دبي على شغلة أنه ارتفاع الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية وصول داو جونز إلى مستويات تاريخية لا تقيس ابدا ولا تشير ابدا الى ماهيه الاقتصاد الحقيقي في الولايات المتحده الامريكيه. فسأعود الى هذه النقطه اذا بتسمح لي، النقطه مهمه جدا وخصوصا مع احتفال ربما الاسواق الامريكيه بتوقعات الاقتصاد الامريكي بتوقعات الفدرالي الامريكي بانه الاقتصاد في تحسن. مازن اذا فاصل قصير نعود بعده لنكون مع افتتاحات الاسواق الاوروبيه. إذن فعلا إلى ضيفي هنا في الاستوديو مازن سلهب وهو محلل أول في الأسواق المالية في الشرق الأوسط وآسيا للسويسكوت بنك.
أريد أن أعود إلى المؤشرات الأمريكية. كنا قبل الفاصل تحدثنا قليلا عن الموضوع، وخصوصا مع ارتفاع الداو جونز وإغلاقه في أعلى مستويات تاريخية له من جديد. هي أول مرة بتصير هذا الإغلاقات المرتفعة في هذا العام. بالتالي يعني كيف تفسر حركة الأسواق الأمريكية، المؤشرات، الأسهم بالتحديد اللي على ما يبدو تحتفل بأي خبر وبتاخده بشكل إيجابي؟ يعني عمليات التيبرينج اللي هي مفروض تكون سيئة، يعني نحن مبارح عم نحكي عن 10 مليارات أخرى، ولكن أخذت الخبر الجيد أنه الفيدرالي الأمريكي متفائل بأداء الاقتصاد. شوفي اللي عم بيأثر بأداء المؤشرات الأمريكية وخصوصا داو جونز خلال يعني الأسابيع الماضية عاملين أساسيين، أو خلينا نحكي يعني بشكل أو بآخر. العام الأول كان نتائج الشركات الأمريكية، في عندك أنت يعني مجموعة مهمة جدا من الشركات الأمريكية الكبرى كالبنوك، يعني جي بي مورغان أو مورغان ستانلي، وعندنا الكوكا كولا، البيبسي كولا، وحتى كمان عندنا الفيسبوك وعندنا أبل، كل استطاعت أن تحقق نتائج ممتازة خلال الربع الأول، فأعتقد هذا كان سبب مهم جدا يعني رفع. لكن العامل الثاني هي التوقعات الإيجابية، وأعتقد هي عامل غير حقيقي بمعنى آخر، يعني مجرد تفاؤل. يعني مبارح الفدرالي الأمريكي أشار إلى تفاؤله بأداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة، كما أنه أشار إلى نقطة مهمة إلى أنه يعني أنفاق المستهلكين سيرتفع خلال الفترة القادمة، وهي نقطة مهمة. نحن شفنا أنه في عندنا كثير من الشركات اللي بتستهدف قطاع الريتيل أو قطاع التزيئة ارتفعت أسهمها بشكل مهم جدا خلال الفترة الماضية، رغم أنه كان في عندك أنت عملية تايبرينج وتخفيف لشراء الأصول، وبالتالي وصل داو جونز إلى هذه المستويات القياسية التاريخية اللي وصلها. هذا النقطة المهمة في الموضوع، بأنه هل يا ترى هذا الارتفاع حقيقي أو لا؟ وهنا السؤال الكبير. بعتقد بأنه بجزء كتير كبير منه لا يمت، أو بمعنى آخر لا يعبر حقيقة عن أداء الشركات الأمريكية أو عن أداء الاقتصاد الأمريكي ككل. يعني نحن يوم بيكون في عندنا نمو للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول بـ 0.1%، فأعتقد هون سؤال كتير كبير حول أداء مؤشر داو جونز وانعكاس أداء المؤشرات الاقتصادية بشكل عام إلى الاقتصاد الحقيقي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أنت مشكك تماما أعتقد مشكك بهذه الارتفاعات أعتقد في مبالغة كتير كبيرة بعملية شراء. يعني أنت ما بتشتري هلأ مؤشرات أمريكية؟ صراحة أعتقد أن هلأ يعني الشراء بهذا الوقت على هذه المستويات أعتقد في مستوى كتير كبير من المخاطرة، ولكن شوفي هلا يعني اذا استمر التفاؤل او بمعنى اخر الربع الثاني شوف يكون يعني حكم بهذا الموضوع، طالما انه الاسواق استوعبت موضوع التايبرينج هاي نقطه اولى خلصنا منها. هل تجاوزنا الازمه الماليه؟ يعني نحن عم نرجع على مستويات تاريخيه ارتفاع للداو جونز، عدنا الى يعني عوضنا كل خسائر الازمه الماليه العالميه وربما رواسبها، وعدنا الان لنسجل ارقام مرتفعه جديده. يعني تجاوزنا المرحله الاساسيه في الازمه العالميه، اي تجاوزناها بشكل مهم جدا، لا سيما في الاقتصاد الامريكي او في الاقتصاد البريطاني وفي بعض الاقتصاديات يعني كألمانيا على سبيل المثال او ممكن اليابان، لكن عندك شكوك كثير كبيره لسه في الاسواق العالميه. التعافي الكامل لم يحصل الى الان، ارتفاع المؤشرات العالميه، يعني ترى مين تتوقع ان يكون الضرب عليه هلا اقوى؟ من اي ناحيه؟ يعني مين راح يكون النمو اضعف بالمرحله القادمه؟ هلا اعتقد في عندك انت يعني شو اسئله كثير كبيره بشان نمو الاقتصاد الياباني على سبيل المثال خلال الفتره القادمه، وعندك اسئله كثير كبيره، واعتقد بانه مع انه اليابان حتى تقلب الموضوع بانه يكون في نمو جيد وارتفاع لمعدلات التضخم. اعتقد يعني اعتقد كورودا عم بيكون مبالغ كثير باداء الاقتصاد الياباني، عم بيكون متفائل يعني زياده عن اللزوم باداء الاقتصاد. نحن عم نشوف كثير من المؤشرات اليابانيه عم بتكون جيده، لكن ما عم تكون يعني تقابله يعني نمو مستويات التضخم بشكل مهم جدا لا يعبر حقيقه عن اداء الاقتصاد. هذا لا يعني بانه اذا كانوا المستثمرين، ولكن وضع اليابان الان افضل من ما قبل. اكيد هو افضل من الوضع السابق، لكن هذا ليس وضعا هو الوضع المستهدف. يعني يوم بيكون في عندك انت نمو الاقتصاد الياباني، ولكنك على الطريق الصحيح، الا تعتقد ذلك؟ on the right way، يعني هن على الطريق الصحيح، لكن يعني الى اي درجه؟ لانه اذا انت كانت عندك توقعات كبيره والتفاؤل كثير كبير ومن ثم تاتي نتائج سلبيه، راح بيكون في عندك ضربه مهمه جدا، على عكس مثلا اداء الاقتصاد البريطاني اللي اعتقد اداؤه مقنع بشكل مهم جدا، اكثر من اداء الاقتصاد الياباني او حتى اكثر من اداء الاقتصاد الامريكي. وفي عندك انت اسئله كثير كبيره، يعني هلا خلينا نحكي طبعا مع اختلاف المعطيات، الاقتصاد البريطاني يعني معطياته مختلفه تماما عن الاقتصاد الياباني. طب انا خليني احكي معك شوي على تشاينا، الصين، ارقام التي صدرت اليوم والأوفيشال بي ام اي التي صدر للقطاع الصناعي، أرقام جاءت أقل من التوقعات، ولكن على الأقل عندنا قراءة 50.4 أفضل من قراءة مارس 50.3. في دائما تضارب بالأفكار وبالآراء حول موضوع الصين بالتحديد، في وقت ترى المتفائلين بأداء الصين بيقولوا
هذا يعني بأنه الصين ما تزال على سير محدد ولن يكون هناك ربما هارد لاندينج، والبعض يذهب ويقول لا نحن في عنا تراجع كتير وهذا سيدفع بالحكومة لأن تقوم بالمزيد من عمليات التيسير والمزيد من عمليات التحفيز. كيف أنت ترى الوضع للصين؟ وفعلا هل تبالغ الأسواق باحتساب أنه الأرقام 7% نمو إجمالي ناتج محلي للصين هو رقم ضعيف؟ أنا أؤيد الطرف الأول، لأن أنا من المتفائلين بأداء الاقتصاد الصيني، وأعتقد بأن الصين تسير في الطريق الصحيح، وتراجع هذه المؤشرات هو نتيجة منطقية حتمية لمستويات النمو العالي اللي صارت خلال السنوات الماضية. ومش بس هيك، كبر الاقتصاد الصيني، أكيد. يعني نحن بعدنا عم نحكي عن الاقتصاد الصيني اللي كان حجمه معين ونموه فوق 10%. صحيح. الاقتصاد الصيني يرتفع مع يعني ويكبر. مع كبر الاقتصاد كمان نسب نموه بتنخفض، اليس يعني ما لازم يكون في ايضا نظره لهذا صحيح. الموضوع من قبل الاسواق؟ لذلك انا اعتقد بانه في عندك انت مبالغه الى حد ما، وشوفي دائما في عندك انت نوع من يعني اللعبه الاعلاميه اللي بتلعبها وسائل الاعلام كثير كبيره برسم يعني وجهه النظر العام في في في, في العالم بانه اداء الاقتصاد الصيني يتراجع، صح يعني نتيجه منطقيه، 20 سنه من النمو الهائل بمستويات تفوق ال 10% واقتصاد توسع خلال 10 سنوات او 15 سنه ليتحول الناتج المحلي في الصين إلى 5-6 تريليون دولار ويتجاوز اليابان اللي كانت 40 سنة الاقتصاد الثاني في العالم، أكيد بده يكون في عندك أنت نتيجة منطقية الاقتصادية، يعني صار في عندك كثير من القطاعات المهمة جدا في الاقتصاد الصيني مستقرة ولم تعد الحكومة الصينية تستثمر فيها، وبالتالي أمام أنت أمام نمو منطقي ونمو تواضع، هي نقطة أولى. النقطة الثانية، الحكومة الصينية جادة حقيقة بإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، ليس حبا بهذه الإصلاحات وإيجاد التوازن أكيد، لأنه أنت يوم بده يكون في عندك ثاني أضخم اقتصاد في العالم ومليارات الدولارات تأتي من الخارج للاستثمار في هذا الاقتصاد، فالمستثمرين الأجانب يسألون أنه نحن بدنا نجي نستثمر، إلى أين سوف نذهب؟ ما هي معدلات شفافية؟ ما هي مستويات الفساد الموجودة في أي اقتصاد في العالم؟ وهنا أسئلة كثيرة كبيرة، لكن أعتقد بأنه الاقتصاد الصيني في هذه المعطيات الحالية يعني 50.3-50.4 أعتقد هي تقريبا نفس المعادلات، ولا أعتقد بأنه هذا يخيف أو يسير يعني الذعر في الأسواق العالمية كما يظن البعض. إذا استطاعت الصين الحفاظ على هذه المعادلات وأعتقد سوف تكون بمقدورة الحفاظ على معادلات نمو فوق 7%، فبالتأكيد هي نتائج ممتازة جدا. مثل ما حكيت نقطة مهمة، التوسع يعني القاعدة العريضة للاقتصاد توسعت، وبالتالي كان التراجع نمو نسبة نمو الاقتصاد من 8-7 شيء منطقي وطبيعي ولا يثير الذعر في الخوف تماما مع تضخم ونمو الاقتصاد بهذا الحجم. مازن اسمح لنا ناخذ فاصل قصير ونعود بعده، لكن هذه المرة سوف نتحدث عن أسعار العملات. أهلا بكم من جديد. إذن لنناقش الآن موضوع العملات. مازن سلهب معي هنا في الاستوديو لنتحدث أكثر عن تداولات اليورو. البارحة أرقام السي بي آي التي صدرت لمنطقة اليورو سجلت 0.7%، صحيح. أرقام أفضل من القراءة السابقة لشهر مارس اللي كنا عند نصف النقطة المئوية، صحيح. يعني أرقام فعلا كانت مخيفة، نحن عم نحكي عن مستويات بعيدة جدا عن المستهدفات، أكيد. وتقريبا عم نحكي عن 7 أشهر متتالية هذه الأرقام ما دون 1%، ولكن البعض ذهب بأنه الأرقام الكورية اللي سجلت 1% هذه أعطت ربما مساحة أكبر للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصا مع الارتفاع لهذه المعدلات أنه قد ينتظر قليلا. برأيك كم ينظر البنك المركزي الأوروبي لهذه الأرقام وكم تؤثر على قراراته في المرحلة القادمة؟ لا شك بأنه أكثر المستفيدين أو أكثر المرتاحين لهكذا بياناته البنك المركزي الأوروبي وماريو دراغي وصناع السياسة النقدية، ولكن أعتقد بأنه البنك المركزي الأوروبي غير جاد حقيقة بأي حزم تحفيز كمية بالشكل اللي نحن متوقعين أو بالشكل اللي أنا أصلا لما نحكى بالquantitative easing كان الموضوع مستغرب تماما، لأنه أنت كبنك مركزي أوروبي لا ما عندك الحق بالتدخل مباشرة، صحيح. وتشتري سندات الدول، فبالتالي كيف ستكون آلية برنامج التيسير أو التحفيز الكمي الذي سيقوم به البنك المركزي الأوروبي؟ لأنه هذا يخالف قواعده والأساسيات اللي هو كان قد وقع عليها، يعني يختلف تماما عن وضع الفيدرالي الأمريكي، أكيد. فموضوع الquantitative easing to start with كان عليك big question mark إنه كيف ستكون آلية تطبيقه؟ لا سيما في نقطة مهمة، بإضافة لهذه النقاط اللي هي بتواجه البنك المركزي الأوروبي، في عندك أصلا معارضة من مجموعة من الدول وعلى رأس ألمانيا، فهي نقطة مهمة. هلا البنك المركزي الأوروبي لجأ إلى إجراءات دعم البنوك، إلى أنه يعني مادي الـ تي ار او
مجموعة من الإجراءات الأخرى الغير تقليدية اللي حكى عنها ماريو دراغي، ولكن بيعتقد بأنه حزم تحفيز كمية غير مطروحة الآن. وهذه الأرقام التي أتت يوم أمس تؤكد أو يعني تؤكد على هذه وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي، وبالتالي لن يكون هناك أي موضوع تحفيز كمية في الوقت الحالي، وأعتقد حتى خلال الفترة القادمة. يعني المرحلة الأسوأ ربما في الاقتصاد الأوروبي حسب ما يرى ماريو دراغي مرت. ونحن شفنا مثلا أرقام النمو الاقتصاد في إسبانيا كانت جيدة إلى حد ما خلال الربع الأول، وهذا أثر على مستويات اليورو اللي وصل إلى 1.3890 أو حتى كمان 39 إذا بدنا تقريبا. طب شو توقعات الآن اليورو؟ أعتقد اليورو الآن في مسار صاعد إلى حد ما تماما. يعني نحن بعد ما شفنا الوضع الآن ربما يكون يعني هامش تداولاته باتجاه 1.40، وأعتقد غير مستبعدة. ولكن انتبه على نقطة بأنه ارتفاع اليورو إلى مستويات 1.40 عندها أعتقد وصوله إلى 1.40 لن ندع مجال للشك بتدخل قوي من قبل البنك المركزي الأوروبي. لن يكون جيدا وصول اليورو إلى هذه المستويات. هذا انتظار هذه المستويات تماما. وانتظار لما سيقوم به ماري دراغي، اللي ربما لمرة واحدة يستطيع أن يتوقف عن الكلام وفعل شيء. صحيح. مازن سلام، محلل الأول في الأسواق المالية في الشرق الأوسط وآسيا في سويسكوت بنك، أشكر لك هذه المشاركة معنا. شكرا اليوم. شكرا لك.